لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بعد هذه المقدمة يقول تعريفات. أولا علوم القرآن، وهو بيعرفها هنا باعتبارها علم مركب من جزئين، فيعرف كل جزء زي كده ما كنا بنعمل في الأصول أو غيره، نعرف يعني إيه أصول ويعني إيه فقه، وبعدين نرجع نعرف العالم على بعض. قال العلوم جمع علم، وهي مصدر يراد به معرفة الأمر على وجه يطابق حقيقته، والعلم يشمل ما يفيد القطع وما أفاده الظن الراجح، وهو عكس الجهل والشك والظن الضعيف المرجوح. طريقة التعريف ديت بتنبئ عن شخص متقن بلا شك، وبيشير إلى مباحث بتقعد الكتب المطولة تتكلم فيها كتير، والعلم يدخل في القطع والظن. قال نعم، إذا كان الظن راجح ويبقى كده ده الأشياء القطعية والمظنونة ظنا راجحا علم، وأما عكسه فجهل أو شك أو الظن الضعيف المرجوح، وكل هذا مذموم. يقول وهو اسم لمجموع أصول كلية، إن العلم كذا بيبقى اسم لمجموع أصول كلية ومسائل تفيد معرفة فن أو باب بخصوصي. لما نقول علم ونضيف إليه اسم فن ما، فبيبقى قصدنا أصول ومسائل تنتمي لفن ما. القرآن يبقى كده هو عرف لنا علوم جمع علم، عرف لنا ايه هو العلم. قال القرآن لان العلم دوت مركب من هاتين اللفظتين. القرآن لغة مصدر كالقراءة. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، كما يراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. واصطلاحا هو اسم لكلام الله تعالى المجموع بين الدفتين في المصحف، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، المنزل من عند الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه ومعانيه ونظمه. طبعا ده مش تعريف على طريقة الأصوليين اللي هم كما نعلم بيعد الحروف، ده تعريف بالرسم. لكن هو هنا بيقول لنا ايه ابرز الخصائص، وبالتالي هو كان ممكن يقول المجموع بين الدفتين ده كافي نكون جامع مانع، لكن هو هنا بيقول لنا ابرز ايه صفات القرآن، هو المتلو بالافواه، المسموع بالاذان، المحفوظ في الصدور، المسطور في الصحف، وهو يشمل اللفظ والمعنى، ويطلق على جميع ما في المصحف من كلام الله تعالى وعلى بعضه، وكالسورة والآية، فيقال إيه هذه قرآن. طيب تعريف بقى علوم القرآن كعلم مركب. وعلوم القرآن الأبواب الجامعة للعلم بنزول القرآن وكيفيته وأسبابه وجمع القرآن وأنواعه وتدوينه وحروفه وقراءاته وتفسيره. ساعات بيبقى ما فيش مجال للتعريف إلا السرد، ماشي، فهي علوم القرآن. والله هي كل عندنا عدة علوم يعني خادمة للقرآن، وهذا العلم خادم لهذه العلوم مؤصل لأصوله. طالما انه هو يعني كان الغرض من هذا المبحث انه يعرفنا يعني ايه علوم القرآن، لكن طالما جه الكلام على القرآن يكمل بالمرة القرآن اللي بين دفتي المصحف، وطبعا
طبعا هو مقسم إلى صور، والصور مقسمة إلى إيه؟ إلى آيات. فقال ثانيا الصورة لغة هي الارتفاع والرفع. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فهو عال وهم تصوروه أي ارتفعوا وارتقوه. ويراد بها اصطلاحا مجموع الآيات ما بين البسملتين، يبقى مجموع الآيات التي يعني بين البسملتين، برضو ده محاولة بيحدها بأي حد تعرف به. ثالثا الآية لغة لها معان عدة ومنها العلامة الدالة، يبقى لله عز وجل آيات في الكون وفي الآفاق، وله آيات منزلة متلوة، يبقى إيه ده سبب تسميتها آيات. واصطلاحا هي ما بين الفاصلتين من الصورة الواحدة، دي الآية. رابعا الوحي، يبقى هنا احنا لما عرفنا القرآن يعني قلنا المنزل من عند الله تبارك وتعالى الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتقريبا برضو كل كتب علوم القرآن بتبتدي بالكلام على الوحي. لغة الإعلام السريع الخفي، وهو يقع على الكتابة والإشارة والرسالة والإلهام والكلام الخفي. ويراد بالوحي اصطلاحا يعني واحنا بنتكلم في أمر الشرع والوحي إلى الأنبياء خاصة، يبقى بنراد وحي مخصوص، وهو تبليغ الدين لأنبياء الله تعالى. كيف يعني أبلغهم الله عز وجل بالدين لكي يبلغوهم لنا، فيشمل الإلهام والتنزيل وطرق الوحي جميعا. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ويراد بالوحي أيضا الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول جاء في الوحي، الوحي هو عملية الإبلاغ، والوحي قد يراد به الموحى. قال تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي. خامسا ثمرات علوم القرآن، ثمرات هذا العلم. واحد إدراك شرف تعلم القرآن أو تعليمه، فالقرآن أشرف كلام يسمعه الإنسان وأشرف منهاج يهدي الإنسان إلى مقاصده ويرعى فطرته وعقله وإرادته وينظم سلوكه وحركة مجتمعه، فهو الباب إلى الخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن تعلم علوم القرآن وتعليمها من أفضل ما يدخل في هذا الوعد النبوي، وخيركم من تعلم القرآن، تعلم قراءة القرآن، يتعلم أحكام القرآن، يتعلم كل ما يتعلق بالإيه؟ بالقرآن. فعلوم القرآن التي نحن بصددها هي ضابطة لكثير من العلوم المتعلقة بالقرآن. يقول فهي من أفضل ما يدخل في هذا الوعد النبوي الكريم، لأن علوم القرآن اختصت بمعارف ليست في غيرها، ولأنها دليل إلى الاتصال بكلام الله سبحانه والانتفاع به. أيضا يبقى دي الثمرة الأولى من ثمرات هذا العلم، إدراك شرف القرآن وإدراك شرف تعلم القرآن. الإنسان اللي بيتعلم العلم ده بيبقى أحد الذين يتعلمون القرآن، فيأمل أن يدخل في هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثمرات تعلم علوم القرآن معرفة جدل القرآن وحججه. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال عز وجل لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ودي مسألة مهمة جدا بالذات الموضة الآن،
أو يعني أحد الأبواب الضرر والخطر التي فتحت على الأمة الإلحاد. ولا شك أنه لما بيفتح باب شر يجب أنه يزداد أهمية التصدي له. لكن خطورة أن بيجي الطرف الثاني يستدرجنا إلى ملعبه ويستدرجنا إلى ملعبه من جهة، وإلى نقل القضية رتبة القضية التي ندعو إليها. يعني مثلا تخيل ان واحد قدامه سم، واحد تاني بيتكلم مثلا على سبيل المثال برضو من الكلام امثلة اللي في حياتنا دلوقتي، هو المواد الحافظة اللي بيحطوها على المعلمات دي صحية ولا مش صحية؟ فهي اكيد مش صحية، بس يقولك انت بتحتاج طعام يكون موجود دائما وابدا، الحياة رتم الحياة المعاصر وكده، ايه المشكلة لو ايه شوية مواد حافظة على مثلا نوع من الطعام مربى مش سمك معلب وله شوية احتياطات وانت بتاكل لو انت يعني عايز صحتك تبقى عالية قوي. واحد تاني بيتكلم على السم ويعمل حيلة ان يقولك هو في حاجات كتير مضرة، تعال نبحث، ويقوم مدخلك السم ايه مع هذه المسألة. وبعدين في الاخر لو انت رضيت ورحت معاه، ما انت مش قاعد مثلا فاضي بتسلي وقتك، انت غرضك ايصال الحق الى الخلق. ففي النهاية لو هو اذعن لك يا عم هو ضرر، بس نقله من ان هو ايه سم قاتل الى ان هو ايه زي المواد الحفظ، فهو كده انتصر خلاص. يا عم انت بواحد ما بيرضاش ياكل غير اكل طازج يشكر وكويس، واحد تاني بياكل معلبات برضو ما ليس لك ان ايه ان تنقضه ولا ان تكرهه ولا ان تحذر منه. والكلام بقى المنظومة الكبيرة اللي جاية دلوقتي بتحاول تفرض على المسلمين انك مع الشذوذ العقدي الفاحش، مش بتكلم بقى على اهل الكتاب ولا ده على الملاحدة، والشذوذ الاخلاقي الفاحش دول يا سيدي يقول عليهم انت مش لن تفعل ما يفعلون، بس ايه احترمهم واعطيهم حقوقهم ولا تزدريهم. وبعدين ده انت مش مسألة ده ولا تحذر منه، يعني انت لو حذرت منه يبقى انت، او لو حذرت حتى من الفعل هو هيتأذى. دي قائمة بتيجي، يعني ده شيء يذكر. الشاهد ان بيجي بتاع بيجي الملاحدة عايز ينقلني الى خانة كأن الامور من الامور النظرية اللي تقبل الاخذ والرد، وبعدين يقوم مدخلني بقى ايه في نظرية التطور، و يعني هيقول في ناس كتير دكاترة واساتذة جامعيين في جامعات عبر العالم كله مقتنعين بيها، انت مش مقتنع خلاص. يخلي المسألة طيب يعني كأنها أخذ ورد، في حين أن جدل القرآن أو مناظرة القرآن مع الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى إذن مهم جدا نعرف القرآن رد على كل فريق إزاي، ولو هنطور في طريقة الرد من باب ان في شبهه جديده ظهرت ونرد عليها، بس دون ان نخرج عن النطاق الرئيسي لبيان بطلان باطل من امامنا. في الواقع موضوع الالحاد ده يمكن تكلمنا فيه استقلالا قبل هذا، مهم جدا. انت هو يلف ويدور ويروح للفيزياء ويروح للفلك ويروح لداروين ويرجع، وانت في نقطة واحدة الفطرة. وارد نناقش الحاجات التانية من باب يعني ان اذهاب كل نوع شبهة، ولكن التمسك الرئيسي الفطرة. مش عايز يؤمن بها، او انا مش دوري انك لا تهدي من احببت، مش هغير الـ حتى الأدلة
عشان واحد مريض. لا نفضل دائما نقول دليل الفطرة ونلجئ انه يعترف ان في حاجة اسمها فطرة ونشوف بقى ازاي نوصله لكده ونستدل بالفطرة على وجود الله تبارك وتعالى. يبقى اذا معرفة جدل القرآن وحججه مهم جدا. تقرأ مثلا سورة آل عمران ومناظرة النصارى في ألوهية عيسى عليه السلام، كلام رائع جدا. ما فيش مانع ان حد يكون اطلع بقى على كتبهم، كتبهم ما فيها من تناقض، كتبهم موجود فيها الى يومنا هذا دلائل التوحيد، والتثليث مش مذكور حتى في الكتب اللي هم بيقولوا عليها. ان كل ده كلام قد يكون كلام اضافي، بس الاول نعرف كيف قرر القرآن عقيدة التوحيد وكيف نقض العقائد الاخرى الباطلة. ما نسيبوش ونروح بقى الحاجة بعيدة تماما الى ان تخفت الطريقة التي عرض بها القرآن المسألة. يقول فكلام الله تعالى مشتمل على جميع الأدلة العقلية والنقلية في مطالب الدين وأصول الاعتقاد والرد على أصناف المكذبين والمنافقين والمشركين والملحدين وفي رد الشبهات وعلاج أمراض القلوب. وعلوم القرآن من أهم ما يوصل إلى التعرف إلى هذه الحجج والبينات الهادية. ده ممكن تزود على كده إن ما من فرع من علوم القرآن إلا والآن في شبهة، الناسخ والمنسوخ في شبهة، القراءات فيها شبهة، والأعداء بيستغل بقى جهل الأمة الإسلامية وينشروا هذه الشبهات. وبالتالي زي ما قلنا الكلام ده الآن في ناس بيبقى لديها يعني كم كافي من يعني الصفاقة انه يتكلم على والله العرب كانوا افصح من القرآن وكان شعرهم افصح من القرآن، في حين ان العرب دول والعجم كانوا يدفعون يتكبدون الاموال لمحاولة اسكات الدعوة الاسلامية، ولو كان الامر بهذا اليسر لفعلوه. طبعا لعلنا قلنا في مناسبات اخرى من أكثر من روج هذا الكلام الكفري الدكتور طه حسين رحمه الله، لأنه في آخر حياته، وده للأسف غير مشهور عنه، لكن المقالات جمعها الدكتور محمد عمارة رحمه الله أيضا، كتب عن إعجاز القرآن والإعجاز التشريعي في القرآن ووجوب اتباع الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة والأثر الإصلاحي الرائع لدعوة محمد بن عبد الوهاب ولماذا يحاربها الأعداء. فسبحان الله طه حسين. طه حسين نعم. ايه والله تلاقي مقالات في المقطم والأهرام والمقالات الجرائد اللي كان اظن اسمه اسلاميات طه حسين او حاجه كده مشهور، هو من اخر كتب محمد عمارة رحمه الله. طبعا محمد عمارة يعني في باب الاعتقاد يعني كان معتزليا، هو طبعا في الاصل كان اشتراكيا ثم صار اسلاميا عقلانيا معتزليا، معتزليا بكل ما تحويل كلمه من معاني، يعني كان بينشر رسائل المعتزلة اللي هي يعني كان كما يقولون يعني لم يعد يقراها أحد. وفي آخر حياته برضو لا تستطيع أن تقول أنه عقيدته يعني صحت، ولكن على الأقل كان يتحسند جدا. وسبحان الله يعني كل من يقرأ لابن تيمية لازم يقف أمام ابن تيمية موقف، يعني فهو من يعني من المعجبين بشيخ الإسلام إعجاب يعني رائع. أيضا من ثمرات هذا العلم تصحيح فهم القرآن. يا
يقول إن معرفة اختلاف القراءات وطرق توجيهها ووجوه الأشباه والنظائر وتمييز الناسخ والمنسوخ يرفع الغلط والاشتباه عن فهم الكثير من الآيات ومن ثم عن الأحكام والمسائل المتعلقة بفهمها، وهذا وأمثاله يرجع إلى علوم القرآن كما يعزز فهم القرآن عموما ويوثق الصلة به وبعلومه. المبحث الأول دي بقى دي المقدمات وأهميته، والمبحث مش عارف الأخ بيسأل عن أحد الإخوة اللي بيتكلموا في تدبر القرآن، وما يعني كل الإخوة أنا مش عايز أقول اسم حد يعني، نعم كل هؤلاء للأسف يعبثون بكتاب الله. وإحنا معانا بقى مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، قلنا ده مادة إسرائيلية نقراها، اقرا حتى مقدمة المادة وهو بيتكلم في أهمية علم التفسير، بيقول إيه؟ لأنه مفتاح التدبر، ومن المستحيل أن يتدبر الإنسان شيئا لا يفهم معناه، ومن المستحيل أن يفهم معناه دون أن يرجع إلى تلك القواعد. بس يعني أنا يعني طبعا لما كتبت المقالات ما كانش في ذهني ان هيبقى في كلام ابن تيمية رد على حاجة لسه طالعة جديد من الموضة يعني، ولكن وانا بحضر الدرس بتاعكم ده قلت سبحان الله لو قريت العبارة دي كنت صدرت بيها المقالات وكانت تغني عن الايه الرغي كتير اللي انا رغيته في المقالات يعني. لكن ما في الواقع ان تجرئة العامة على ان او تجرئة اي احد على ان يقول في كتاب الله برأيه ويسمي ده تدبر، التدبر لا يأتي الا بعد معرفة المعنى، ومعرفة المعنى لا يكون الا عبر اصول كما سيأتي يعني ان شاء الله في بيانها. فلما اعرف المعنى بهذه الاصول بعدها أمرر هذا المعنى على قلبي. بس هو التدبر له معنيين، واحد منهم المعنى، لا بس هما الاثنين لازم أعرف الايه المعنى الأثري، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين ثم بقواعد اللغة، وثم دي بقى جواها ايه. يمكن لو انت حضراتكم كنتوا بحضروا معانا المحاضرة اللي خدناها من شهر كده ولا حاجة دكتور محمود، يعني هنرجع لها تاني، لكن ده دي اصول التفسير بقى، كل دي اصول التفسير. بعد ما يعرف الكلام ده ان كان من 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 عموم المسلمين لما يقرا القران يستحضر المعنى اللي هو عرفه من الايه. طب ان كان مجتهد، ولو تنزلنا شويه الكلام اللي بنقوله عن الشيخ ابن عثيمين يعني عندما يحبون، فيقول ان التدبر مش للمجتهد بس، ولطالب العلم يتامل في الايات فلعل الله ان يفتح له. ده بقى موضوع تاني. انا عندي هنا التدبر بمعنى امرار المعنى مش اللفظ بس، ده التدبر. وفي معنى استنباطي، تدبر وتامل عشان الايه بيستفاد من منطقها ومن ايه ومن مفهومها. وبالتالي الباب فيه متسع لمن يعرف الاستنباط وأصوله، إنه يتأمل، فقد يفتح له ما لم يفتح لغيره. طب ما لم يفتح لغيره دي شبه الفتوحات الشيطانية الصوفية اللي بيسموها فتحات ربنا. لا مش شبهها. ليه مش شبهها؟ لأن اللي عملها بأصول الاستنباط المنضبط شرعا ولغة. وبعدين لما جه يعرضها علينا، هو أنا وارد يكون شاف حاجة إحنا ما شفناهاش،
لكن بعد ما شافها لازم يكون يعرف يوريها لنا، يعرف يشير إليها، ولما يشير إليها نلاقي الدلالة فيها موجودة نقوم إيه نسلم لها. لكن إن هو يعني مثلا على سبيل المثال طالما بنتكلم في القرآن، عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاءوا إيه من يتكلمون في القدر قال له أتقرأ الفاتحة؟ قال نعم. قال أتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال نعم. قال فعلى أي شيء تستعينه؟ تستعينه على شيء يملكه أو لا يملكه؟ قال أقلني يا أمير المؤمنين. شوف مناظرة في كلمتين دي بقى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنه هو من هو في العلم والورع، والورع له مفتاح برضه له دور في الفتح، فلقى ان الآية دي رد على الايه؟ على القدرية. احنا ممكن نقعد اياك نستعين ده فيها معاني كتير جدا، نستعين بك على الهداية، ونستعين بك على امور الدنيا، ونستعين بك، وتلاقي ده حلو كده يعني الآية اصلا هنا حذف المتعلق، فبقى عندك مجال للايه؟ لاعمالها في مجالات كتير جدا، والكلام ده استغرقك. لكن عمر بن عبد العزيز شاف فيها ايه بقى؟ دليل على القدر. هو بعد ما شافه قاله لنا، والروان قالوه كتبوه، وبعدين انا بنقله لكم دلوقتي. الدلاله واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه جدا. فالفرق هو شافها واحنا ما شفناهاش. دي بتحصل كتير، وده يعني نعم يوزعها الله تبارك وتعالى. لكن بعد ما شافها كتبها لنا وشافها ازاي، ما كانش بيقول على الله بغير علم، ما كانش بيفتي بيفسر كلام الله برأيه وهواه، فيقول والله انا رأيت ان هنا طالما انك ستستعين به اذا لابد انه يملك تلك الهداية. اذا هذا يرد ده الرجل اللي هو امام في البدعة قال اقلني خلاص، ده حتى ايه دي حجة سهلة جدا وسلسة جدا وغير قابلة للنقد. فدي التدبرات اللي ممكن، طبعا في مشروع دلوقتي عامله بعض المراكز اللي بتتكلم على التدبر، بس ده مشروع كويس جدا احسن من الايه بالكتابات الكتيرة. بيقول لك تدبرات الشيخ السعدي، تدبرات الامام ابن القيم، فبيسند الباحث يمسك التفسير. الشيخ سعد له تفسير، ابن القيم يعني له تفسير مجموع من ثنايا كتبه، حد جمعه، فهو راح بقى ايه اشتغل على شغل من سبقه، ان حد قبل كده عمل حاجة اسمها تفسير ابن القيم، وهو خد التفسير ده سرد كده من اوله لاخره، يشوف الحتت اللي شبه الموقف اللي بنحكيه عن عمر بن عبد العزيز. نعم، تدبرات أهل العلم هتقراها هتلاقي هو عالم، تأمل شوية ربنا فتح عليه بشيء واضح الدلالة، ما بيقوله لك أنت بتفهمه، أنت ممكن أنت ما جبتوش، أو عالم تاني كمان ما جابوش، هو ده بقى لكن فإذا ده التدبر، إن العام أو إن يعني كل المسلمين يتعلموا القرآن، عالمهم وعميهم، ما تعلم معاني القرآن لما يقرأ يستحضر هذا الايه المعنى. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان اللي منهم يتقن الاستنباط، يتدبر في منطوق الآية ومفهومها والعلاقة بينها وبين الآيات الاخرى، ومن الوارد انه يخرج لنا بفائدة وهو بيتأمل فيها داخل اسوار الايه القواعد والاصول والايه والقواعد، وبعدين بعد ما خرج بيها وبيقولها لنا، لانها نابعه من اصول وقواعد، هو ايه احنا استوعبناها وفعلا اذعنا بان هذه من تدبرات القران. فالمشروع اللي بتعمله بعض المراكز الان، انه بعض الباحثين جزاهم الله خيرا يعمل سرد لمواطن فيها
يعني نكات لطيفة في تفسير إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، نعم، لكن ويتعلم دي ويبقى أنا كده زودت معنى الآية عندي. ولو أنا بنقرأ ورحت عاطي لنفسي فرصة أني أطلع من المخزون المختزن عندي المعنى المباشر للآية، دي درجة تدبر. وفي لا بقول طب استنى كده أرجع كل إيه كل ما تعلمته وحاولها، تبقى دي درجة تدبر. كل ده خير عظيم بلا شك، لكن ما يصنع هو للأسف شر مستطير. نعم. ليس من الأفضل إبراز مقالات طه حسين اللي هي المتأخرة، يعني تكون تفوت في عدد من هم ينتسبون إليه أو المذهب أو العلمانية وغير ذلك؟ نعم نعم أجل. المفروض علينا إحنا نلبس دلوقتي دعوة مثلا في مطبوعات وكذا تنفع معانا إحنا ولا مالهاش أفضل؟ يعني في سياق لما يجي حد يردد نفس أفكاره القديمة يتقال له أنت تقلد من تاب من هذه الأفكار. يعني سؤال عن أسباب النزول، وهو يعني سؤال بلا سبب، يعني ليس له، أنا ما جيناش لها لسه، فلما نجيلها إن شاء الله إن جاوبنا على السؤال خلاص، لو ما جاوبناش يبقى بعته. ده الكتابة بخط الإيد في المصحف دي مشكلة في حد ذاته، حتى لو هامش ده، يعني ما هو ده يعني في إهدار، كما ذكرنا في إهدار لأشياء كثيرة. الأمة حافظت المصاحف منذ أن هداها الله إلى جمع المصحف وجعل له رسم خاص، حتى الهامش التفسيري ده كان حصل يعني كلام كتير حوله، لكن بقى أنك تكتب بإيدك يتحول المصحف إلى مذكرة يعني، وده اسمه مصحف، ما يعمل هو مفكرة يكتب فيها، يكتب فيها يعني ايه الدروس مستفادة من الآية الفلانية، يبقى معروف ان ده كتاب ملك صاحبه او كراسة بتاعت صاحبها، حتى لو فيها آيات وأحاديث يبقى لها حرمة، نعم، لكن حرمة المصحف اعلى من كده بكتير. فده يعني نوع آخر من العدوان على حرمة القرآن، حرمة الاعتداء على حرمة أن المصحف كتاب محض في القرآن. والعلماء تسامحوا في بعض في التشكيل وكل ما كان تضاف حاجة كان بيثور جدل، وفي الآخر بيقولوا طالما مميزة عن القرآن ومطبوعة ومبينة بشكل جيد، لكن خلي بقى الكتاب خط الإيد كمان صعب جدا. إذا كانت للقرآن متعلقة بعلم قراءة القرآن وإلا فلا. يعني زي المصحف اللي بيجمع بين القراءات. نعم. بيجمع القراءات العشرة وكده وألوان وكده. والله في كلام لأهل العلم في موضوع الألوان ده، بس الظاهر جواز. الكتاب لو أصبح كتاب تفسير، الكتاب اللي هو لا، طول ما في مساحة محضة للقرآن واخدة كده وسط الصفحة فهو مصحف. يعني كتاب الشيخ السعدي برضه في كده وكده. نعم. صدر دلوقتي لحد الشهر الجاي مدينة الثاني هيبقى في قراءات، يعني مثلا مقدمة الواجب اللي عليهم، يعني هل ممكن ان احنا حضرتك ربنا مساحة بس ما قلت لك هو أصول التفسير الأصل الأصيل في علم أصول التفسير أن تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، وبيتفرع على كده أصول فرعية
منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن اللي بدأ بها ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن للصحابة، أن الصحابة بيّنوا معاني القرآن للتابعين، أن فهم الصحابة اجتهاد الصحابة أولى من اجتهادنا لأنفسنا، ده في القرآن وفي دي كلها أصول. القواعد زي ما قلت لك كلام على العام والخاص والمطلق والمقيد، أو كلام على إن الآية الواحدة إذا قرأت بقراءتين حملت على المعنيين واستفيد منها معنى في الأمرين، الأشياء من هذا القبيل.